إذا نبدأ باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قرأنا نص الإنجيل المقدس إنه سيد المسيح قرب من المدينة المقدسة وبكاها أو بكى عليها وقال يا ليتك أنت أيضا تعرفين وقت سلامك. اليوم سنتحدث باختصار طبعا عن تاريخ المدينة المقدسة، هذا التاريخ الذي مع الأسف لا نجده في كتب المناهج في معظم بلاد الشرق الأوسط. في معظم بلاد الشرق الأوسط في عنا قفزة من الوثنيين قبل المسيح، الكنعانيين، الفينيقيين، الأشوريين، البابليين، المصريين القدماء إلى القرن السابع الميلادي. قبل شوي كنا نحكي عن هذا الموضوع، واللي إحنا بنقترحه على الأقل في مدارسنا، وهذا تقصير مننا إحنا، هو تعليم الطلاب المسيحيين على الأقل تاريخ الكنيسة. أي قدامي كتاب أو قسم من كتاب اسمه تاريخ كنيسة أورشليم. هذا التاريخ بدلنا على جذورنا، وبعيد كلمة البابا يوحنا بولس الثاني، يسهل اقتلاع الذين لا يعرفون جذورهم. ليس واجب أخونا غير المسيحي إنه يعرفني أنا المسيحي جذوري، مش واجبه، مع إنه في دولة ديمقراطية مفروض، ولكن مش واجبه مبدئيا غير المسيحي يعرفني بتاريخي أنا المسيحي. إذا في غياب لهذا التاريخ المسيحي فإحنا المسيحيين أول ناس مذنبين في هذا الموضوع. المسيح بكى على القدس، وإحنا اليوم نبكي على القدس، وكمسيحيين عددنا يقل عن 12 ألف مسيحي فلسطيني في القدس، صح؟ ومع العلم إنه المسيحية نشأت في المدينة المقدسة، في عنا نبوة من أشعياء، هاي نبوة لم تتحقق في اليهودية، مع إنه اليهود بحاولوا بكل الطرق غير المشروعة إنه يلصقوها بما يسمى اليوم بإسرائيل. وين هاي النبوة موجودة؟ إذا تحبوا تسجلوا عندكم في أشعياء الفصل الثاني، كي ميتسيون، الفصل الثاني آية 2 وتابع، كي ميتسيون تيتسي تورا، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. طيب لحد الآن احنا بنعرف انه شريعة الله عن طريق موسى لم تخرج من أورشليم، خرجت من وين؟ من شبه جزيرة سيناء. شو هي هاي الشريعة اللي بتنبأ عنها أشعيا بالفصل الثاني، واقرأ المكتوب من عنوانه، واللي خرجت من القدس؟ الشريعة الوحيدة اللي خرجت من القدس هي شريعة مين؟ سيدنا يسوع المسيح، هي شريعة المحبة وليس محبة الشريعة. مش قلنا قبل شوي أشعيا 2 تحقيق النبوة أين تم؟ في أعمال الرسل فصل 2، أول آيات من أشعيا 2 أول آيات من أعمال الرسل فصل 2، وفي اليوم الخمسين كانوا كلهم مجتمعين في مكان واحد في العلية،
وظهر ونزل عليهم روح القدس. على فكرة هاي مش صدفة، لأنه في القرن الثاني قبل الميلاد اليهود كانوا زادوا إشي على عيد الحصاد، عيد الشبوعوت. شبوعوت يعني الأسابيع، هي اختصار لشبعة شبوعوت، سبع أسابيع. سبع أسابيع يعني، أو سبعة بسبعة قديش بطلع؟ 49. ففي اليوم 50. إذا شو كان عيد شبوعوت؟ عيد شبوعوت اللي بسموه عنا إحنا العنصرة، وهي كلمة أساسها كمان سريانية آرامية، أساسها إنه في اليوم 50 من عيد البيسح الفصح العبري اليهود كانوا يحتفلوا بالحصاد، أساسه عيد زراعي. ولكن زي ما قلنا في القرن الثاني قبل الميلاد شو زادوا عليه؟ عيد نزول التوراة. عيد ايه؟ نزول التوراة. ايش بنقرأ في سفر أعمال الرسل؟ ولما حل يوم 50 كانوا كلهم مجتمعين في مكان واحد، فايش؟ فحل عليهم روح القدس. نزول اللي أعطى التوراة اللي هو مين؟ روح القدس. نزلت شريعة المحبة بعد ما اليهود تورطوا في إيش؟ لليوم في محبة الشريعة، وزي ما غير اليهود كمان تورطوا في محبة الشريعة. الشريعة صارت أهم من كل شيء. إذن القدس المدينة المقدسة هي عاصمة إيماننا المسيحي. في اليهودية لم تتحقق هاي النبوة، وحتى الآن مش ممكن تتحقق. ليش؟ لأنه إذا تقرأوا أشعياء 2 بقول وستأتي شعوب كثيرة. وين راح تطلع؟ بيقولوا هلموا نصعد إلى جبل الرب. طيب جبل الرب اليوم بين إيدين اليهود، وهينا إحنا على بعد 10 كيلومترات من هناك وممنوع نروح هناك. إذن إمتى بدها تتم؟ أنا بحكي بوضوح، ولا إمتى بدها تتم نبوة أشعياء؟ بالنسبة ل 350 مليون عربي ممنوع يدخلوا المدينة المقدسة، ممنوع يصعدوا إلى جبل الرب. زي كمان ما قرأنا نبوة تانية لأشعيا امبارح في الليتورجية اللاتينية، بقول سيقيم الرب مأدبة لكل الشعوب على الجبل المقدس، أو مأدبة لكل الشعوب. وين مأدبة لكل الشعوب؟ إذا بعطوناش تصريح نوصل للقدس وبدناش عمي أكل، زي ما بقول مثل اللي كان يشوه رحمة والدي، غديني ولا تلاقيني، ولا هي أساسها إيش؟ لاقيني ولا تغديني. عمي ما بدناش إحنا المأدبة هاي، بدناش ناكل إشي، بس وصلونا على المدينة المقدسة. إذن هنا ننطلق من إيش؟ إنه أساس مسيحيتنا وأساس جذورنا هي هاي المدينة المقدسة، مدينة بيت لحم اللي احنا فيها اليوم. وجريمة زي ما بقول احدكم، احد الحاضرين الافاضل هون، جريمة انه نتركها، خصوصا لما ما فيش داعي، لما ما فيش سبب قاهر. شوفوا ايش بصير في المسيحيين في عدة بلاد. انا قال لي قبل اسبوعين مطران من العراق، التقيت فيه في ايطاليا، قال لي ولا مسيحي ما أنكر إيمانه. شوفوا قديش انقتل المسيحيين في العراق. فيش مسيحي لما شاف الخطر، فيش مسيحي عراقي غير إيمانه. إذن بدي هون على أساس ما نطولش على الإخوة والأخوات اللي بشاهدونا باليوتيوب، بدي أعطيكم لمحة عن هذا التاريخ. التاريخ تبعنا
كمسيحيين اللي بيميزنا عن اليهود موجود في هذا الكتاب اللي هو العهد الجديد. العهد الجديد بيحكي لنا تاريخ، خلينا نقول مبدئيا من سنة 27 أو من سنة 0 للميلاد لا تقريبا سنة 70-80 ميلادي. بعدها يبدأ تاريخنا اللي مع الأسف إحنا ما منعرفه، ما منعرفه لأنه الكتب المدرسية ما معها خبر فيه في كل فلسطين وفي أمان وفي بلاد أخرى، وما معنا خبر كمان لأنه إحنا ما عناش الوقت الكافي، وأحيانا حتى الندوات واللقاءات مع الأسف ما في عنا هذا الإقبال عليها. هل تكفي، هل يكفي قداس الأحد؟ هل تكفي وعظة الخور يوم الأحد؟ ولا في كتير مواضيع بتهمنا؟ على فكرة بدي أحيي كمان إخوة بيشتغلوا في محطات تلفزيونية فضائية كتير حلوة، بحاجة كمان لتعاوننا ودعمنا. إذن مثلا أساقفة القدس، وين ما بتروحوا على القدس خصوصا البلد القديمة تسمعوا مار يعقوب مار يعقوب مار يعقوب، الملقب بأخي الرب، لأنه أخي الرب يعني قريب السيد المسيح. حتى عند فلافيوس يوسيفوس وهو مؤرخ يهودي روماني، هو أساسه يهودي وكان يحارب الرومان، ولكن بعدين قلب ضد شعبه، نقدر نقول انه خان شعبه، وانضم الى عائلة فلافيا الرومانية وسمى حاله فلافيوس يوسيفوس. في كتاباته بيحكي عن القديس يعقوب وشو بسميه، بيقول اخو يسوع الملقب بالمسيح. معناه مش بس عنا الإنجيل المقدس بيحكي لنا عن السيد المسيح وعن أقاربه، كمان عنا مين؟ المؤرخ اليهودي الروماني فلافيوس يوسيفوس. إذن أول أسقف للمدينة المقدسة هو القديس يعقوب، بنسميه يعقوب الصغير لأنه كان فيه يعقوب الكبير، يعقوب الكبير ابن زبدة أخو يوحنا، نعم. ويعني بعدين عنا لائحة بأسامي الأول أساقفة للقدس. بتلاحظوا إني قلت أساقفة ما قلتش بطاركة، يعني بالكتاب هون إذا حدا بينتبه مكتوب أسماء بطاركة أورشليم، أنا حطيت عليها خط وحطيت أساقفة أورشليم. ليه؟ لأنه أساقفة القدس ما كانوش يحملوا لقب بطريرك، مع أنه القدس هي إيش؟ هي الكنيسة الأم. اللي حمل لقب بطريرك كان عندنا في روما، في أنطاكيا، في روما، في الإسكندرية، وين كمان؟ أنطاكيا، القسطنطينية. آخر كرسي أسقفي حصل على لقب بطريرك هو كرسي وين؟ كرسي أورشليم، وهذا سنة 451 في مجمع خلقدونيا، مجمع خلقدونيا بفضل مطران اسمه يوفيناليس، اسمه لاتيني بعرف شو كان أصله، هلأ الناس نطول على هالقصة. المطران يوفيناليس مبين كان عنده من جهة طموح ومن جهة تانية قال لهم يا عمي احنا اول كنيسة، فكأنه تم فيها كلام المسيح انه الاخرين ايش بصيروا؟ اولين، والاولين اخرين.